ثمان علامات من واقع العلم النفسي الإكلينيكي عياديا تميز الشخصية الحساسة. كيف أعرف أني أنا شخصية حساسة؟ كيف أعرف أني عندي علامات؟ طبعا هذا بمعايير نفسية دقيقة جدا. وطبعا الشخصية الحساسة تختلف حساسيتها من شخص لآخر، يعني ممكن هذه حساسة وهذه حساسة، لكن هذه حساسيتها السمة عندها أعلى. أول علامة، هذه الشخصية لديها حساسية عالية تجاه الانتقاد، إنه أحد يقيمها، أحد يحسسها بالرفض، مرة تتأزم ويزداد قلقها. 2، هذه الشخصية تكون كتومة في المواقف. ليه؟ بسبب إن عندها هالشخصية شدة في الشعور، يعني لما تزعل تزعل بقوة، لما تقلق تقلق بقوة، فيكون عندها شدة في الشعور، صار صعوبة في الانتقال من شعور لآخر. نلاقيها هذه الشخصية كثير تدور القبول، مرة تلاقي تبي الأشخاص اللي يعطونها القبول، تدوره من هذا الشخص ومن هذا الشخص، أي أحد يحسسني بالقبول أنا أحبه وأنفتح معه، أما اللي يحسسوني بالرفض فخلاص أنكتم معاهم، ما أكون كذا، ما أعبر، ما أقول اللي بخاطري. دائما نلاقيها طيوبة وتراعي مشاعر الآخرين، أحيانا على حساب نفسها، يعني تنفخ في قربة مشقوقة، تقدم شيء ما يحتاجه أصلا الطرف الآخر، في أشياء تقدمها زيادة، بس في بالمقابل هي لما تكون مشاعرها حادة وقوية ترى تضر، هي أصلا تكون مزعجة للطرف الآخر أصلا بسبب شدة الشعور، شدة التشره عندها وشدة الذوتوية عندها. أيضا نلاقيها حذرة، ما تشارك وتنفتح إلا مع الأشخاص اللي زي ما قلت لكم اللي يشعرونها بالقبول، وهذا ضعف، لأنه في كثير من الأحيان نلاقي رفض من زوج، رفض من والدين، رفض من أخت، مو دايما على طول يعطونا يعني الانفتاح والقبول، أحيانا يرفضون ستايل اللباس اللي انتي لابسته، أحيانا ما عجبهم الشيء اللي انتي تسوينه، هم بشر. فكأنها إذا هي تبي التشجيع، تبي القبول، الاحتياج إن أحد يشجعني، معناته عندها إيش؟ عندها الريموت كنترول عطته مين؟ الشخص اللي قدامها. مزاجه كويس، مدحها خلاص انبسطت هي وارتفعت، ما مدحها وزعلان وما له خلق انخفض مودها. إذا تنتبه الشخصية لهذا الشيء. بوست جاي بإذن الله أكمل لكم المعايير. الجزء الثاني، معليش تأخرت عليكم، عن الشخصية الحساسة، قلت لكم بمعايير علمية من واقع العيادة النفسية. تكلمت عن أنها كثير تخشى التعرض للانتقاد، كثير دائما تشترط القبول، الأشخاص اللي تحس معهم بالقبول تنفتح معاهم، ومرة منشغلة، بزيدكم زيادة، منشغلة كثير بالتعرض، بتعرض ليكون ينقذوني، ليكون أنا أنقص منهم، هم أنقص مني، يعني دائما تفكيرها تجاه المواقف الاجتماعية، وشعورها بالنقص، شعورها بالمقارنة، دائما ترى عندها هذه أخطاء والتشويشات المعرفية. هذه الشخصية يكثر عندها التشويشات هذه المعرفية. العلاج، وهذا مهم طبعا، هذه الشخصية قلنا أن مشاعرها تكون قوية، بحيث أنها لما تشعر بشعور قلق أو شعور مخاوف تبالغ شوية، درامية تكون هذه الشخصية. عشان كذا لما سموها أم دماعة، فهي لما تزعل على طول الدمعة كذا على طول تسيل على الخد. طبعا إيش تحتاج هذه الشخصية؟ تحتاج العلاج، نسميه السيكوديناميت، أي أنها من خلال المواقف ندربها على رفع الثقة، ندربها على أن يكون لديها معرفة كيف ترد أو تقلل حساسيتها تجاه النقد، وتحافظ على نفسها كأنها معها درع وقاية، ما تتأثر، ما تأخذ كلام الآخرين بعين الشخصنة ومحمل الجد والسيريس، كل كلمة تأخذها في قلبها وتزعل منها. لا، بالأمور كثير راح تلاقين عدم يعني قبول في حياتك، طبيعي أصلاً، الطبيعي إن الاختلاف موجود في الحياة، فلذلك تكون مرنة وتدرب نفسها من خلال المواجهة في العلاقات. أيضا ينقصها التعبير عن المشاعر، فالحل كمان اللي مرة حيساعدها أنها تعرف تعبر عن المشاعر، تطور نفسها في التعبير عن المشاعر اللي في قلبها، على طول تقوله بطريقة مقبولة، بطريقة يعني خلاص قلت اللي في قلبي بدون ما أضر الآخر.
ايضا هذه الشخصيه لازم نرجع معها علاج معرفي سلوكي، يعني اذا كانت الشخصيه طبعا مره سماتها قويه، علاج معرفي سلوكي ان نكتشف التشويشات المعرفيه لديها ونصححها، فهي تفيد كثير. ما شاء الله يتطورون في الجلسات.